تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023 للمعلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم متابعين القناة الكرام، معكم مصطفى بشير. أعلنت وزارة المالية بتبكير مرتبات شهر مارس قبل رمضان لجميع العاملين بالدولة، وخاصة ونخص في هذا الفيديو المعلمين. مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2023 للمعلمين. يتساءل الكثير من المعلمين والمعلمات عن موعد صرف رواتب شهر مارس القادم، حيث أعلنت وزارة المالية في بيان صادر لها عن المواعيد الجديدة لصرف مرتبات مارس 2023 للموظفين والمعلمين بالجهات المختلفة بالدولة. وذكرت تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 بسبب اقتراب شهر رمضان، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. بسبب المنشور الرسمي الصادر من وزارة المالية فيما يخص موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023، سيكون على مدار 5 أيام من موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 لموظفي القطاع العام بالدولة بكل محافظات ومدن الجمهورية. وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر مارس 2023 لتبدأ من يوم 20 مارس بدلا من 23، حتى يتم صرف مرتبات شهر مارس 2023 لكافة العاملين بالجهات الإدارية بالدولة خلال الأيام من 20 إلى 26 مارس 2023. شكرا لحسن استماعكم، ما ننساش نعمل اشتراك في القناة لو بتشاهدنا لأول مرة عشان يوصلك كل جديد في المصالح الحكومية. كان معكم مصطفى بشير، دمتم في رعاية الله.